تنشكر هذا المنبر الإعلامي اللي كيتابع دائما قضايا النساء. الملف اليوم ملف جد حساس، ملف ذا أهمية كبرى، لأن هذا ملف كان مسكوت عليه. هذه الممارسات الغير أخلاقية إحنا من زمان وإحنا تنعرفوها كينا في الحرم الجامعي، إلا أن كان مسكوت عليها أو لا كانت مضايقات كتخلي الطالبات أنهم يتنازلن في آخر المطاف، وكانوا لا يولجن حتى القضاء لأن خوفا على مستقبلهن وخوفا على أن الدبلوم هو اللي غدا غادي يكون دخل مالي لهم. إذن هاد الأمور كلها وبالإضافة إلى العقلية الذكورية المتواجدة في المجتمع المغربي، وإلى أن المجتمع المغربي ما تيرحمش النساء ملي يتكلموا على الاعتداءات الجنسية، لأن دائما اللومة سترجع لهم. هاد الطالبات اللي في الحقيقة كانوا قطعنا عن الدراسة لأن بقرار إداري، لأنهم ما كان عندهم ذنبهم أنهم ما تخوش الابتزاز الجنسي من طرف هاد الأساتذة وتوقفوا عن الدراسة، ولكن بشجاعتهن مشاو الشكايات تلجؤوا الشرطة القضائية اللي قامت بدورها ودارت بحث معمق وجدت واحد المجموعة ديال الطالبات اللي هما الآن منهم من تنازلنا ومنهن من لم يجرؤ على المواجهة ومنهن من يختبئنا بالمرة، لأن كيف قلنا لأنهم يخشون من المجتمع ومن الضغوطات، لأن هذا خصنا نعترف بها أن هناك ضغوطات كبيرة علينا من طرف أساتذة آخرين، من طرف لأن هذا مس بالجامعة. إحنا سنقوله راه ماشي مس بالجامعة، هذا مس بممارسات لا أخلاقية من طرف بعض الأشخاص اللي نفسانياً ماشي سويين، اللي موجودين في جميع المجالات، إلا أنها ملي تكون هذه الممارسات من طرف أستاذ اللي هو في الأصل مربي ومؤطر وموجه، أنها تحتفظ في النفس، لأن هذاك الشخص من المفروض أنه هو الكل موجه. والكلام ديال السيد الوزير اللي تيقول لك بأن الابتزاز يكون من الطالبات، ولو أننا نقول الطالبة ابتزت، هو الموجه، هو المؤطر، هو الأب الثاني، هو الذي يجب أن يحميها من نفسها ومن الآخرين. إذن إلا كان هذا الأستاذ، أنا تنقول بأن هذا الأستاذ إلا كان تستغل هذه نقطة الضعف أو كيستغل منصبه، يجب أن يحاسب وأن يعاقب. إذن أنا الحكم الاستنافي لم أنف في الملف الاستنافي اللي كان في الجنايات في محكمة الاستناف، لأن هو ابتدائي في محكمة الاستناف ديال الجنايات اللي كانت فيه العقوبة سنتين بناء على التنازل. هذا يحس في النفس، لأن التنازل ولو كان بمبالغ مقابل مبالغ مالية، لأن كانت قبل من المبالغ المقابل كانوا ضغوطات نفسية اللي جعلت، لأن التجارة في البشر من ضمن الأشياء اللي هي الهشاشة، من ضمن الأركان ديالو هي هشاشة الضحية. احنا نستغلوا هشاشة هذيك الضحية أو هشاشة الأب ديالها، لأن الضحية كتكون الأب أو العقلية الذكورية للأب ديالها، ولا الأب ديالها كيبغي أنه يستر الأمور هاد الأمور القضاء خصو يجب أن لا يأخذ بها. التنازل لا يسقط الدعوة العمومية، والقضاء خصو يأخذ مجراه، وخصنا اليوم هاد الناس يكونوا عبرة، لأننا القانون والأحكام تربي المجتمع. إذن اليوم دور القاضي هو أنه بأحكام عادلة، إحنا مثلا نقولوش أحكام عادلة في حق الضحايا، أنه غادي يربي واحد المجموعة من هاد الناس اللي تستعملوا هاد الممارسات. اليوم المطلوب من القضاء أنه يقوم بدوره، والمطلوب من النيابة العامة أن تقوم بدورها، والمطلوب من المسؤولين على أي قطاع اللي تتضح فيه هاد الجرائم ما نطبعوش معها، نعتبروها جرائم خطيرة تمس نصف المجتمع، تمس التنمية البشرية، تمس ديمقراطية الدولة.